غفر الله لك يا شيخ. يوجد في بعض المساجد مكاتب أما تكون في الطابق العلوي أو ملاصقة للمصلى، فهل تأخذ حكم المسجد؟ يقول العلماء رحمهم الله: ما كان في داخل سور المسجد وبابه من داخل فهو من المسجد، وما كان خارج السور فليس من المسجد، فتأخذ حكم المسجد. يعني أنه لا يلبث فيها الجنب إلا بوضوء، ولا يصح فيها البيع والشراء، ولا وإذا دخلت فصلي ركعتين وجمعك من المسجد المعروف.